السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نخدموا هاد الإكزرسيس اللي فيه لا روتاسيون في أجيستي. إحنا عندنا السيركل الانتيريور الريون ديال 10، الإكستيريور الريون ديال 30، كاين واحد الزاوية 27، كاين واحد الزاوية -27. من بعد عندنا واحد لادين راه في 75، بعد تن أجيستيو، بعد روتاسيون أجيستيو تلقاو هاد لو ريزلت. عفوا انا نبدا خدام في الاكزرسيس ديالي. اول حاجه تناخذوا السيركل ريون ديال 10، من بعد واحد لو سيركل وحده دوزيام سيركل الريون ديالها. تبان شي غيبان ليا السونتر، نحاول نقرب السيركل باش يبان ليا السونتر. الريون ديالها 30، من بعد عندي واحد الخط هنايا من السونتر، ناكتيف لورتو في 75. إذا بغي ندير زومي تندير دو كليك على لامولات، ولا تندخل هنايا بوطون دروات كليكي بوطون دروات زوم إيطوندي، لا ميم شوز. إذا دورت لامولات أون أغيغ تتصغر، دورت القدام تتكبر. من بعد ندير لا روتاسيون، روتاسيون سيليكسيوني لوبجي اونتري سبيسيفي لو سونتر نعطيه 27 بوزيتيف، عاوتاني لين واحد اخر فيه 75، روتاسيون سيليكسيوني لوبجي اونتري نديرها بالكلافي اونتري سبيسيفي البوان ندير ناقص 27، ارجع نديسيني لين للوسط اللي كان 70. من بعد لاحظتوا معايا ها هو الديسان ديالي، هو هذا. من بعد غادي ندير ليه كوبي من هنا فيرح ذا، غندير اجيستي اونطري توجور اجيستي اونطري، وندير سيبريمي شي لي زيد فوالا. نعطي واحد الكولور ديال الغومبليساج بحال شكل شي بالا. هنا لو بغيت نغمق يعني يجي لومبراج لاتانت، هنا لاتانت لومبراج، دونك هنا نعطي نجيبها في الوسط، اجوتي شوزي دي بوان، نكليك على الانتيريور، نعطي اونتري. بالنسبة للكوتاسيون تناخدو كوتاسيون لينيير بور يعني باش نكوطي هاد الطول ديال هذا. لو بغيت نحيد هاد لي لين ديال لين داتاش تندخل الفورما ستيل ستيل دو كوت، ندخل موديفي، ندخل لي لين لين داتاش اوكي فيرمي. مي بالزاويه بالزاويه ندخل كوتاسيون يعني كوتاسيون اونغيلير، دونك ما بين هاد الخط وهاد الخط 27، ميم شوز ما بين هذا وهاد الخط 27. كوتاسيون ديال لوريا واش ناخذ من هنا، هذا ريون 30 وهذا لوريا ديال 10. دونك لاحظتوا معايا الطريقه السهله كيفاش خدمت هاد الاكزرسيس هذا بلي سيركل ولي روتاسيون اجيستي ولي كولور الكوتاسيون. دونك نتمنى من الله انك تعاودوا هذا الاكزرسيس هذا، وموعدنا في الاكزرسيس اللي غايجي ان شاء الله.